صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل سنه وحضراتكم طيبين. مع استمرار العد التنازلي لنهايه 2023 وخلاص ايام قليله بتفصلنا عن العام الجديد عام 2024، كل عام وحضراتكم بخير وان شاء الله يكون عام سعيد علينا وعلى كل المصريين وعلى كل العالم، ويكون العالم والوطن في افضل حال ان شاء الله يا رب. وايضا كل اللي بيتمنى شيء على المستوى الشخصي ان شاء الله يكون فيه الخير ويتحقق له في 2024 او 2023 حتى في الايام الاخيره. العداله الاجتماعيه مشاهدينا الكرام ده كان مطلب اساسي من مطالب الشعب في كل وقت وكل حين، ومن ثم كان بيقاس مدى رضا جموع الشعب عن حكوماته وأنظمته من خلال قدرة الحكومات على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير برامج حمائية للفئات الهامشية أو المهمشة والضعيفة، ومن ثم ده اللي كان بيكون حائط صد ضد أي محاولات من قبل البعض لاستخدام الطبقات الفقيرة والمهمشة لأغراض شريرة. من هنا كان اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات للفئات المهمشة كافة وعلى رأسها المرأة، خصوصا المرأة المعيلة والأفراد المهمشين والضعفاء في المجتمع. من هنا كان في مليار ونصف المليار دولار برامج للحماية الاجتماعية خلال 2023 لدعم هذه الفئات منهم المرأة طبعا في مواجهة الضغوط و يعني الظروف المعيشية اللي بيعيشها المواطن. هنتكلم عن حصاد ما أو ما تم تحقيقه من تمويلات ومنح للمرأة وفي إطار برامج الحماية المجتمعية مع ضيفتنا الكريمة دكتورة رندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة. دكتورة رندا أهلا بيكي وصباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير وكل سنة ومصر بخير إن شاء الله، وسنة سعيدة علينا 2024 نتحقق فيها الرخاء والتنمية. وهنتكلم عن الحماية الاجتماعية، فلازم طبعا أهني الشعب المصري بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة 24-30 اللي احنا بنقول بقى هي دي فعلا فترة التحقيق أو الحصاد الحقيقي لبرامج وحزم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي اللي استهدفها السيد الرئيس من 2014 واللي إن شاء الله هتتحقق ويعني وتكون على الطريق الحقيقي ونبتدي نلمس هذه النتائج يعني فعاليه اكثر يعني. ان شاء الله. دكتوره رندا، يعني خلال عام 2023 عملت الدوله على توسيع الشراكات مع المؤسسات والجهات المانحه لعمل منح وتسهيلات للفئات المهمشه والضعيفه بلغت حوالي مليار ونصف المليار دولار مؤخرا. حضرتك بتشوف ازاي المنح دي وتاثيرها في دعم الفئات المهمشه والضعيفه سواء المراه المعيله، الافراد الضعفاء او اللي ليس لديهم القدره على كسب قوت يومهم، حضرتك بتشوفها ازاي كانت عامل صد في مواجهه الازمات الاقتصاديه العالميه واللي كان ليها تاثير على مصر في الفتره الاخيره؟ هو طبعا حضرتك لما بنتكلم على برامج الحماية الاجتماعية فاحنا بنتكلم على كل الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة زي ما حتى قلت أو الأكثر احتياجا، مش هقول احتياجا على قدر ما هي محتاجة دعم أكتر ورعاية اجتماعية. فبالتالي احنا بيبقى عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات الفائقة، عندنا كبار السن، عندنا الأماكن كمان النائية أو البعيدة، عندنا المرأة المعيلة، الأطفال اللي هم في خطر أو أطفال الأيتام، الأطفال المعرضين إلى البعد عن الحماية الاجتماعية. دي كلها فئات استهدفتها سنة العام 23 مصر من خلال برامج الشراكات سواء مع الجهات الأممية الأمم المتحدة أو البرامج الخاصة به التمويل الدولي، وايضا شراكه المجتمع المدني. دي كانت من الشراكات الاساسيه لان دايما والقطاع الخاص، لانه بيقول لك ان التنميه المستدامه ما هي الا شراكه بين الحكومه تضع سياسات والقطاع الخاص يمولها وينفذها الزراعة التنموي او المجتمع المدني. في الحقيقه ده تمثل كثيرا من خلال الشركات المتعدده الجنسيات اللي دعمت وساهمت من خلال المسؤوليه المجتمعيه كزراع رئيسي مساهم في التنميه المستدامه في جمهوريه مصر العربيه 2030.
23. اللي حصلوا على الدعم النقدي في إطار تكافل وكرامة كان العدد 6 مليون فرد كانوا مستفيدين من هذا الدعم في 2014، ارتفع إلى 22 مليون فرد في 2023. حضرتك بتشوفي هذا الرقم وحرص الدولة على زيادة رقعة أو عدد المستفيدين من الدعم النقدي في إطار هذا البرنامج تكافل وكرامة؟ هو طبعا لو نتكلم النهاردة على العدد وزيادة العدد، لا أنا تعالى هقول لحضرتك حاجة كمان، من 2014 ل 23 هم مش نفس الأسر، في أسر خاص تمكينها تمكين ذاتي، وده هدف الاستدامة. نحن عملنا سيلف سستينبل زي ما بيقولوا، استدامة دائمة للأسر نفسها، تمكينها سواء بمشروعات صغيرة، سواء من توظيف عائل الأسرة الشاب اللي فيها. فبالتالي لما بعمل دوت أنا بعمل نوع أن أنا شلت مجموعة من الأسر مكنتها اقتصاديا، وحطيت بقى بدات ادعم اسر اخرى، لان هو ده فكره التكافل والكرامه، ان انا بعمل تكافل وكرامه ودعم نقدي ودعم مادي وعيني عشان يبقى في نوع من انواع الاستدامه المجتمعيه. دكتوره رندا، واحنا بنتكلم عن تحقيق الاستدامه، وزاره التضامن الاجتماعي كانت منذ سنوات طويله بتعمل على ان الدعم او تمكين الاسر ما يكونش مقتصر على الدعم النقدي فقط واعطائه يعني مبلغ كل شهر، ولكن رفع مستوى مهارات هذه الاسر او تمكينها من اقامه مشروعات سواء صغيره او متوسطه حتى تستطيع انها يعني تخدم على نفسها ويعني تمول نفسها بنفسها. حضرتك بتشوفي ازاي استطاعت فعلا الدولة أنها تحقق طفرات أو إنجاز في هذا الجانب، واستطاعت فعلا أسر تخرج من الحصول على الدعم النقدي وهي اللي تمول نفسها بنفسها؟ هو طبعا كان في افكار كتيره، في حلول كتيره ذكيه حطتها وزاره التضامن او الحكومه بصفه عامه، لان طبعا مش بتبقى وزاره التضامن فقط، وزاره التضامن، وزاره التخطيط، وزاره التموين، وزاره التعليم، اللي لازم بعمل برنامج حمايه او حزمه كامله من الخدمات الاجتماعيه اللي بتخلي بتخفف الكاهل على الاسره المصريه، وبالتالي اقدر اعمل ريبليسمنت من اسره لاسره. هي الفكره كلها طبعا احنا عملنا تمكين للشباب من خلال طبعا حضرتك عندك برامج المراكب، برنامج التمكين الاقتصادي من بنك الاسر الاجتماعي، برامج الجمعيات الشراكات المجتمعيه، دي برامج عملت ان هي مشروعات صغيره. فكره الفاليو تشين او زي ما بيقولوا كده القيمه المجتمعيه للمشروعات الصغيره، ان انا بعمل سلسله مشروعات بتكمل بعضها، سواء مشروعات قرويه، مشروعات في الاماكن الاكثر احتياجا، مشروعات خدميه من خلال طبعا حياتك التعليم، من خلال الحرف اليدويه، وخاصه اهتموا السنه دي جدا بفكره تمكين الاسر المصريه بهيئة الحرف التراثيه، دي كانت حاجه ليها هدفين حقيقه، هدف ثقافي ان هو برجع احافظ على تراثنا الثقافي، ولكن ايضا بهدف اقتصادي. فعملت تمكين بان انا اديته النون، بدا يشتغل، ابتدى يتدرب، بعدين يعمل نور في بيته، بعدين يطلع سجاده يدويه تتباع، سواء بقى عن البرامج اللي عملوها وزاره التضامن او الهيئات الخاصه، اللي هو البورتال الاقتصادي للحرف اليدويه وتسويقها، سواء ان انا عملت فكره الصيد، مراكب الصيد الصغيره في الاماكن اللي كان فيها هجره غير شرعيه، سواء ان احنا عملنا برامج تمكين اقتصادي للمراه من خلال مراكز المراه المختلفه، سواء ان احنا عملنا كمان مشروعات للشباب بتمويلها من خلال برامج المشروعات الخاصه بالصندوق الاجتماعي او الخاص بالاس ام ايز، حاجات كتيره حقيقه كانت يعني افكار ذكيه، افكار بديله، حتى فكره اللي هي الابلكيشنز العربيات اللي هو الاوقات بتاعت السواقه الامنه، سواء برامج كتيره للمراه المعيله، الوجبات الغذائيه الامنه، موضوع مشروعات كتيره حقيقه اتعملت، مشروع الجمعيه اللي عملها وعملتها وزارة التموين في القرى عشان توفر فيها المواد الغذائية بأسعار متوفرة وأسعار ثابتة تتوافر مع احتياجات ودخل الأسرة في الوقت ده، هي كتير من المشروعات اتعملت، المشروعات دي بيديرها شباب النهاردة، بيمكنها شباب، بتمكنها مرأة معيلة. ويمكن دايما بقول سيادة الرئيس أعلن في 2023 مصر بلا غريمات حقيقة، مبقاش في قضية غريمات، لأنه حددته لما وجه لهذه القضية اهتم جدا فكرة المرأة المصرية، لأن قالك أن المرأة المصرية هي عمود الأسرة، واختفاء المرأة بطريقة أو بأخرى بيورد للمجتمع مشكلات جديدة اجتماعية، منها تسرب التعليم للأطفال، أطفال بلا مأوى، أطفال في خطر، مشاكل كتيرة. فبالتالي لما فكر أن احنا نلغي الغريمات قالك اقفلوا منابع العوز، لأنها ممكن ترجع تاني للعوز. فكانت الفكره ان السيده بيبقى لها مشروع بعد ما بتخرج من السجن او بيتم دفع الكفاله بتاعتها او الغرم الخاص بيها، بيبقى لها مشروع،
مشروع سجاد، مشروع صابون، مشروع فرن بلدي، مشروع فرن منزلي، ايا كان من هذه المشروعات هي لازم بتكون مشروع بديل عشان ما تعودش مره اخرى للعوض. فهي فكره حياتك الحمايه الاجتماعيه، هي الحمايه عباره عن جناحين، حمايه اجتماعيه، تمكين اقتصادي علشان نقدر اعمل. واحنا بنتكلم عن الحمايه الاجتماعيه دكتوره، احنا عارفين ان كتير من الفئات المهمشه والضعيفه والفقيره موجوده في الريف المصري ايضا، وفي مناطق يعني ربما يعني كان صعب الوصول لهؤلاء الأفراد. من هنا كان في ضمن مبادرة حياة كريمة مشروع تنمية الريف المصري، إلى أي مدى كانت برامج الحماية الاجتماعية حاضرة في إطار هذه المبادرة، مبادرة تنمية الريف المصري والوصول إلى الفئات المهمشة والضعيفة وحصولهم على الخدمات المختلفة سواء صحية أو تعليم، وأيضا تمكينهم اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل لهم؟ طبعا هو حطه في ضمن تنمية القرى فكرة دعم المسنين وطبعا ذوي الاحتياجات الخاصة، وان هم بيحملوا فكره الانفراستراكشر او البنيه التحتيه لتنميه الريف المصري. كان في حاجات كثيره قوي ما كناش متخيلينها ممكن تتعمل، تقدم خدمات مختلفه زي طبعا فكره الفايبر بتاعت وزاره الاتصالات اللي عملت الفاينانشال سبورت او الدعم النقدي والعيني والمادي اللي بقى بيحصل اونلاين للفئات البعيده والفئات المهمشه، سواء من خلال دعم المعاشات او دعم الاسر الاولى بالرعايه او الدفع عن طريق الكارت الميزه او كتير من الحاجات الخدمات الفاينتك زي ما بيقولوا. النقطه هي طبعا مهمه كانت التعليم وتوفير فصول الحضانات المميزه في تنميه القرى. وطبعا انا بعمل فصل حضانه انا بنمي مواطن جديد بس من هو صغير، بعمل بذره اجتماعيه او انسانيه لمواطن يعني بهتم بيه بكل ابعاده من هو صغير. فدي طبعا دي كانت من ضمن الانجازات المهمه جدا اللي حصلت، وطبعا رفع كفاءه الفصول المدرسيه وبناء مدارس جديده، ان انا كده بوعي برفع كفاءه المجتمع. المباني متعدده الاغراض والمباني الحكوميه اللي كان ليها خدمات كتيره جوه القريه المصريه، كل المشروعات الخاصه بالزراعه وربط الزراعه بمشروعات اقتصاديه وربطهم الاثنين بان هم يرفعوا دخل الاسره المصريه، دي من الحاجات المهمه جدا اللي اهتموا بيها في تنميه الريف المصري. حاجات كتيره حقيقه لما بنتكلم وسواء بقى على المستوى الصحي ومراكز الشباب، مراكز الشباب من الحاجات اللي كانت ليها دور مهم قوي في تنميه القرى مع اصول الثقافه، وبالتالي طبعا الوحدات الصحيه والوحدات الاسعافيه المتنقله، حاجات يعني حقيقه انا النهارده بفرح وانا بقرا بعض الاخبار يعني ان في قرى عمرنا ما كنا بنسمع عنها ومراكز، قريه جوه قوس في قنا، قريه اللي هي كانت في اصغر قريه راح سياده الرئيس السنه دي في البحيره، يعني قرى كتيره قوي يعني ما كناش بنسمع عنها، النهارده بنسمع وبنشوف وبنفتخر ان دي في مراكز. وواحد كل النهارده رجل اعمالك انا مفخره لي ان انا ابن هذه القريه، انا مسقط راسي هذه القريه. واعتقد دي من المشروعات الجديده لما بنتكلم عن الحمايه الاجتماعيه ان لازم في نداء لكل رجل اعمال له باع النهارده في الدوله المصريه وابن قريه من القرى المصريه لازم يكون له مركز ثقافي او مركز تعليمي يرد الجميل لدولته العظيمه جمهوريه مصر العربيه بان هو يدعم قريته مره ثانيه بايا كان هذا نوع الدعم. ده جزء من المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص. المجتمع المدني عامل او عنصر اساسي في دعم فئات مهمشه وضعيفه وتوفير الدعم النقدي او العيني او دعمهم باي وسيله تمكنهم من القدره على مواجهه اعباء المعيشه. من هنا كان حرص الرئيس السيسي على توحيد جهود المجتمع المدني واطلاق ما يسمى بالتحالف الوطني للعمل الاهلي علشان توحيد الجهود والوصول الى اكبر عدد من الاسر ومن المحتاجين في بقاع مصر المختلفه، وايضا لعدم تعدد يعني حصول نفس الشخص او الاسره على دعم من اكثر من جهه في مقابل جهة يعني أسر تانية ربما ما حدش يقدر يوصل لهم. حضرتك بتشوف إزاي التحالف الوطني للعمل الأهلي كان برضو انطلاقة في 2023 لتوحيد الجهود للمجتمع المدني علشان نقدر نوصل لكل الفئات المهمشة وتوفير مظلة حمائية لهذه الفئات؟ هو طبعا التحالف المجتمع المدني ده انا كنت بسميه مابينج، هو الخريطه الحقيقيه للعمل التنموي او الاجتماعي في مصر في مقابل العشوائيه في الخير او مقابل العشوائيه في التنميه. فكان زي ما حضرتك قلت كده في اسره بيوصلها اربع او خمس خدمات
لنفس الاسره واسره ثانيه بتبقى بتنحرم من هذه الخدمات. فبالتالي هو عمل المابنج او عمل الخريطه، انا بتشايف كل حاجه، شاف التوزيع، اليه التوزيع، اليه الاسر الاولى ازاي اعمل ماتش ميكنج بين القاهره وبين هنا، ازاي اعمل عداله توزيع اجتماعي. حقيقه هو عمل دور، والالطف في هذه المبادره ان هي حققت حلم حقيقي للتنميه الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه في مصر كنا بننادي فيه من 2010، ان احنا مش عايزين عشوائيه في العمل الاجتماعي او العمل الخيري. فهو لا، عمل دور حقيقي واقعي حقيقي، استخدم ادوات المجتمع المدني كلها بفعالياتها، سواء العمل التطوعي، وده كان قايم، وده اصلا عمود هذا التحالف هو العمل التطوعي. نعم. التشبيك بين كل الجمعيات، وسواء الجمعيات الكبيره اللي هم مسميها جمعيات الاهليه الكبيره، وجمعيات سي دي ايز كوميونتي ديفلوبمنت اسوسيشنز، جمعيات تنميه المجتمع المحلي في القرى وفي المراكز، يعني ازاي نقدر نعمل توصيل بينهم، ازاي نعمل عداله توزيع، ازاي اعمل كمان الان كايند، يعني النهارده جمعيه عندها اليات معينه وجمعيه ما عندهاش، جمعيه عندها الداتا بيز وجمعيه عندها السبسيديز، فاقدر ازاي ان انا اعمل تبادل ما بين الجمعيات واقدر استفيد وماكسمايز او اكبر واعظم هذا الدور، واقدر اكبره برجاله وادواته والمنفعه العامه. دكتوره رندا رزق، امين عام المجلس العربي للمسؤوليه المجتمعيه، استاذ الاعلام التربوي بجامعه القاهره، كل سنه وحضرتك طيبه ويوم سعيد عليكي ان شاء الله. حضرتك طيبين ومصر بخير، وان شاء الله في 24 نكون مع بعض برضو ونقول انجازات اكتر يا رب ان شاء الله الحبيبه. يا رب، شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقه النهارده في هذا الصباح، بكره ان شاء الله موضوعات جديده وحلقه جديده، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء، وكل عام وانتم بخير.